غادة عبد الرازق تقلد ميان السيد في أحد الظهور لإلها. ارتدت ملابس شبابية واختارت مثل حركاتها في التصوير. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل أحد الظهور لغادة عبد الرازق. خضعت الفنانة غادة عبد الرازق لجلسة تصوير جديدة نالت إعجاب المتابعين، خاصة إنها في بعض الصور ظهرت برفقة زوجها هيثم زيتنا، وظهرت غادة بلوك جعلها تبدو أصغر سناً من عمرها الحقيقي، حيث ارتدت ملابس شبابية أنيقة، فاختارت توب من اللون الأبيض واختارت معه تنورة منقوشة. أما شعرها فاختارت له لوك ذيل الحصان المرفوع لأعلى، وكان تصفيف الشعر مع هيثم ذهب، أما المكياج فمن لمسات علاء التونسي. إطلالة غادة لفتت الأنظار، خاصة بعد ما فقدت بعض الوزن وظهرت بقوام أكثر رشاقة، وعلق البعض إنها بتحاول تقليد ميان السيد. فستايل الملابس الشباب اللي ارتدته بيشبه بدرجة كبيرة ما ترتديه ميان السيد، وكذلك حركة التصوير اللي اشتهرت بها، فرفعت غادة يدها إلى أعلى في إحدى الصور. هذه الحركة في التصوير جعلت ميان السيد تتعرض لهجوم كبير، فاتهمها البعض بإنها بتتعمد إظهار منطقة الأبط، وتعرضت لتعليقات سيئة وصفتها بالتنمر، وما خجلت ميان من الرد على هذه التعليقات بطريقة شديدة اللهجة عبر حساباتها على السوشيال ميديا. غادة عبد الرازق ظهرت لجمهورها من فترة قصيرة بلوك مختلف غير ملامحها، حيث اعتمدت على ميك أب قوي، ركزت فيه على رسم عيون مختلف، فأصبحت بتشبه الفنانة المعتزلة حلاشيحة بدرجة كبيرة. صرحت غادة في وقت سابق إنها لم تجري مؤخراً أي عمليات تجميل، وإنه ملامحها في مسلسل لحم غزال وفي جلسات التصوير تغيرت بسبب ميك أب مختلف بتنفذه، مؤكدة إنها تحب التغيير حتى لا يعتاد الجمهور على شكلها. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.